الله يسامحك يا بيي، لا تبعت سياسي ولا لحقت رياس. كنت بتقلي يا بيي بلا عيشة وصايب بلا وجعة هالراس، بعرقنا بكرامتنا طلعنا لقمتنا وتعبنا تمتنا ومتنا من الإفلاس. الله يسامحك يا بيي، كل التكميلية كانت في سامعة، شخصية قوية وعلامتي لامعة. خلصنا الثانوية ودخلنا عالجامعة، أول سنة ماشي الحال الثاني بصفي، ثاني سنة ماشي الحال الأول بصفي، ثالث سنة داء الحال ما عاد في كفي. عطيونا انذار الصبح شحطونا عشية، الله يسامحك يا بيي. عالعلم عالشهادات أنا قلبي محروق، لما خلصوا المصريات تركنا الحقوق، فجأة استحقوا الكمبيالات ونزلنا عالسوق. شغلت عند محامي ما بيعرف قد نصي، أنا بنصل له المواد وهو بيسمع نصي. أنا يلي بدافع هو يلي بيرافع، صيد للأستاذ عيد وكل الركع علي. الله يسامحك يا بيي، بدي ارفع قضية عجارتنا شلبية، عمرت اوضة عالسطح يومي تضج علي. كل ليلي من عشية تركب فوقي سهرية، ضجي وعشق وخف او ناس بدي اخفى ما فيي. حكيناها بالراوية وما كانوا يردوا علي، قالت روح بليط البحر شغلي صارت شخصية. قالت لو امي البي ما تأجر هالقاوية، ارتخى قدام الدولار بالشهر 400. الله يسامحك يا بيي، بدي ارفع قضية عمرت المستقوية، جروا بروا غيري ونقوا طلباتنا تعجيزية. والجب وجي صبحية بخفى نقى عشية، ما اتفقنا ولا دقيقة ومنتشارع يومية. بدها بساطيني جدادي نقودي دهب قصنية، وانا ما عشت تعبير الحد الادنى شهرية. مش عونك دون دقيقة فوق التكي عصبية، بيي نقاها عني وصري جوزني هي. الله يسامحك يا بيي، لا تبعت سياسي ولا لحقت رياس. كنت تقلي يا بيي بلا عيشة وصايب بلا وجعة هالراس، بعرقنا بكرامتنا طلعنا لقمتنا وتعبنا تمتنا ومتنا من الإفلاس. الله يسامحك يا بيي، الله يسامحك يا بيي. اهلا بونجورين، ما نحن بالنهار على كل اللو بونسوار منعتبرها نورت. سوري قلت بونسوار لانه مسودة الدنيا بوجهي. بونسوار بونسوار بدك اياه، مش رح نختلف، بس كيف فينا نبيض الدنيا بوجهك ونبيض وجهنا معي؟ حضرتك الاستاذ عيد؟ لا انا مبارك مدير مكتبه وسكرتيره الخاص وايده اليمين للاستاذ عيد، يعني بدك تعتبري فعليا انا عيد وهو مبارك، لانه انا اللي كل نهار عم عيد وهو اللي قرشه مبارك. يعني انت محامي كمان؟ انا محامي. كيف؟ محامي ما قدرت كفايت. ما هني 5 سنين للواحد يصير محامي، انا عملت 3 سنين وصلت للمحامي وما قدرت كفايه المي. مهضوم وانتو بالاكثر. طول الاستاذ ان شاء الله. كيف فكري بهالوقت من درج شوي وبناخذ فكره عن المطلوب. بدي ارفع دعوه. اها اشتر الرزقه عمين عحالي. عمين عحالي. ايه خلص ما بقى بدها، مش طايقه حالي. ما فهمت، هلا حضرتك بدك ترفعي دعوه على حضرتك؟ ايه انا مش منيحه بحق حالي، صار لي فتره خلص وصلت لحد ولازم يصير في محاكم بيناتنا. حاولت ظبطها بالمنيح ما مشي الحال، قلت برفع دعوه على حالي. هالحاله مش مرعه معي قبل، ما بتفتكر رح يمشي الحالي؟ ايه قصدي قانونيا مش مزبوطه. مين قال؟ قانون المحاكم. ما فيك تغير بالقانون؟ ست انا مش قادر اغير صباطي، بدي اغير بالقانون اجلك. يعني بشوف غير محامي؟ مش هلا، هلا عدل نشرب نحن وياك في فنجان قهوه وليه حتشوفي غير محامي؟ وبركي بهالوقت بنصالحك مع حالي. نواي خلص انكسرت الجره. عمرها ما ترجع، خلص بكره اذا قبل شي محامي يرفع دعوه عليك، رجعي لهون ووقت الاستاذ عيد خليه يدافع عن حالك، كيف؟ يا ريت، بيقولوا الاستاذ عيد شاطر كثير. بالحقيقه انا اللي شاطر كثير، هو ما بيعمل شي، ديرها كل نهار من مطعم لمطعم ومن قهوه لقهوه. كيف بتحب القهوه؟ حلوه. حلوه؟ ايه محسوبك مرجع بالمواد القانونية، خبير بالاستشارات الدستورية، ارشيف بالقضايا الجنائية، سكانر للمعلومات العقارية، نسينا نعبي السكرية، ضليع بالعقود الاتفاقية. انا اللي بحضر له شغله من طقطة للسلام عليكم، هو بحط الملفات تحت باطه وبيسحب على المحكمة. وكيف بيرافع؟ مين قال لك بيرافع؟ ليش هو بيرافع؟ بيوصل ربحين الدعوة سلف،
معارفه كفاية ومصرياته كفاية وفهمه كفاية. يعني السيت لإله والفعل عليه. يسلم تمك، ما إله عليها بشي، دريعة ببازات وغدوات وعشوات وظهرات مع البنات. أعزب؟ ورح يضل أعزب إذا رح يبقى هيك، ما بيشبع يا شيخة كل يوم مع وحدة، بيشرف على المكتب ساعتين من الـ11 للوحدة، وبيخبرني بكل فخر عن مغامراته الليلية. ظهرت مع هيدي، شديتها لهيديك، زبطت مع فلانة، ناشت مع فلانة تاني، وانا تحرص واغلي من جوا مزروب كل نهار هون ودايرة حل شعره. ايه بس لازم يكون بيدفع لك منيح. شو هالنوتة هيدا؟ مش كريم؟ عحيلو قد ما بدك، بس على الموظفين يلي هن انا الليرة بده يصدر عفو عام لتطلع من جابته. سوري فيي اقعد هون. لك عيدي مطرح ما بدك، المكتب كله احسابك. بس هيدا مش مطرح ولا الاستزعيم؟ مبهبط عليك كثير. هذا المطرح بينبقى للزواج يلي مثل حكايتك وحكايتي. ليش هو ببين ورا المكتب اصلا؟ هلا قصير ضعيف وقصير ونكد وبخيل ومدعي على الفاضي. شو بيشوفوا فيها النسوان؟ ما بعرف. معه مصاري. ليش المصاري بتعمل بشر؟ لقولتك. دخليك؟ مين لاقم القهوة؟ انت. انا؟ ايه التهيت بالحديث. عفاك اللي قمت بدون ما احس، اصلا بشوف حضرتك ما بقعد يعرف شو بده يعمل. ثانكس. دخلك حطينا سكر؟ ايه مش الحال. يعال خليها تغلي شوي. بقى يا ستنا الكريمه في عندك ناس بتخلق بتمها ملع الذهب. بيو مرتاح، عملوا محامي ونجحوا بالواسطه، وفتح له هالمكتب وعرفه على معارفه، وطلع كل الشغل من ابي. ليه؟ لانه بيي ما عرف اشتغلها بايامه. سوري ما تغزيني يمكن طوشتك، ما بعرف ليه هيك فتحت لك قلبي في الشات خلي وكترت. قولك لأنه ارتحت لك؟ يمكن، وأنا كمان ارتحت لك. عن جد؟ أكيد أنت نابغة مطرحك مش هون. لا مكتبي جوا. قصدي حرام كل هالملفات أنت بتحضرها؟ هي وقفت على الملفات؟ ابي كنس المكتب، ابي مسح الأرض، ابي شيل الغبرة، ابي اعمل قهوة لسبونات أجلك. كل هودي أنت؟ أنت تشوفها أول ما يوصل على المكتب، لا مرحبا ولا طل الخبر. مبارك اعمل لي قهوة. بأمرك استاذ. ايوه وانا مثل التوت وبروح بعمل قهوة وبجيب له الصينية على مكتبه لهارون الرشيد وبحط له الفنجان قدامه وعن اتفرح شربه اياه بايدي. يسلمه. بس بيقولوا عنه ذكي وسابق عصره. سابق عصره؟ سابق تحته ما توخزيني. لك انا لو بصير لي غير مطرح كنت فلات من زمان، بس لاطي هون مستورة مع هالمستور اللي بلتستر سطر. هل قد ما بتحبه؟ ما بحبه ما بطيقه. لك انا اذا بصير لي إذا بصير لي حمله على اكتفاتي ما بقصر. إذا بصير لي شله من دماتي ما بقول لا. إذا بصير لي فوت على حمامك ومجنونك. أنا نكد يا مبارك. أعوذ بالله. أنا بخيل يا رورو. أعوذ بالله. أنا نوتي يا مبارك. أعوذ بالله. أنا مدعي يا رورو. فوت على شغلك، على شغلك. محسوم من معاشك 300 دولار. ما هذا معاشك 300 دولار. لا معاشك بطلت 300 دولار. لا. جاي اليوم وجيب لك معي زودي. عن جد؟ 100 دولار بالشهر بس ما بتستاهل. عم تستغيبني وتحكي عني بهالطريقة يا عيب الشوم عليك بس. ما بعمرك يا الاسم الكريم؟ هدى. ما بعمرك يا دوزالة هدى. تعاملي منيح مع حدا. فوت على شغلك، على شغلك. على الحمام قبل. إذا أكرمت الكريمة. ملكته. وإن أكرمت اللئيمة. تمرد. خلص خلص المشهد. معقولي راسك انت كيف استلمتي هيك للزلمه؟ حدا بيرفع دعوى؟ حلو. منين اجتك هالفكره؟ كنت على ذوقك. يا على ذوقي لعبت المشهد مزبوط 100%. بس عن جد معطر هالمبارك. ولو منه معطر بضاين عندي كل هالسنين. قليله ما لا درب اكلو. ما بيتعلم، كل مره ببعث له حدا من قبل يجره بالحكي بيرجع بيحكي علي مثل البهله. يعني مش اول مره بتعمل معه هاللعبه؟ كل ما تقرب زوده معيش وببعث له حدا يجره بالحديث، بس يشوفني بصير مده الستره وبتروح الزوده فرق عملي. حرام عليك. بزنس از بزنس. عن جد انك محامي. اذا بتريدي. إذا بتريدي. مش كل المحامية هيك، أنا محامي شاطر. أيوة. بعد بدك مني شي يا شاطر؟ شوف اللي إيه خلص بكفيك اليوم كل نهار معك، هلأ بيستعوقني جلبير. كيفو صديقي العزيز؟ صديقك؟ الحق عليه عرفني عليك، حرام بحبني كتير وعنده ثقة فيي. ثقته بمحلها. هلأ بغار علي شوي، تلفن لي اليوم مرتين بس ليتأكد وين. وانت قلتي له أنا عن جاكلين شيري عم بحضر موفي. حرام ما كان علقان بعشة التونيل. مش علقان بالتونيل، مزروك بالتونيل أنت صادقة، مش عارفة يزمط من قرونه. بس سعيد. هيدا هو عن جاكلين. عن جاكلين ايه حياتي؟ انا عن جاكلين عم بحضر موفي. شو حلو هالفيلم، تحضر معنا. جاكلين بسلم عليك جلبير. سلمي لي عليه كتير، قولي له ينتبه بالتونيل. وينك حياتي؟ اوكي اوكي. شو مرة على الضرب؟ ايه وقال لي ما تستعويني حياتي. وانو هلا اللي حو عندك عم تلعبوا طاولة. فرفيك يا جلبير انتبهي تقطع بالتونيل انت كمان.
لك روحي اقلع عقلك وقلو انا فرقني معي منك، بعد ليلة امبارح ما حدا بيعبي لي عيني غيرة. استزعي مبارك ولو يا رورو هيك تحكي عني قدام زبونات. زلت سين وحياتك انت، انا عندي هيك بالدنيا. على كل حال هالمرة ما رأيت محس بزوجي، مرت جيبت انشحت مع دعوة حزام، بتحضرها انت للدعوة وبتترك الشغل، وليه؟ محلك تتعلم، كل مرة بتاكل نفس الضرب. اخر مرة وحياتك. مسامح يا مبارك مسامح، تحديدا بهيدا النهار مسامح. هيدا النهار هو بداية حياة جديدة للاستاذ عيد. ما فهمت. مبارك يبدو انه علقت مبارك. نعم يبدو اني مغروم الرورو. لا بلا ان شاء الله خير. مبروك حلوه ملك الجمال. قمر تهذيب ترتيب خلص يبدو انه هيها. شو اسمه؟ ما بعرف كيف مع اني قضيت الليل معك كله. ما تقلي شفتها بالمؤتمر تبع امبارح. بي مبارك على مؤتمر امبارح شي بيجنن شي بياخذ العقل. كان حلو شي بيموت. عم اقول لك عن شو حكوا بالمؤتمر؟ حكوا عن خلفيه مواد العمل وخلفيه القانون الفكريه، وانا عيني على خلفيه ثانيه. انا بالي بالمؤتمر لا ايش اللي عم بيحاضر ولا سامعه. كنت فوكس على حدا لابس احمر باحمر. ايه وبعدين؟ بس صدقت خلص المؤتمر عزمونا على كوكتيل بصالة اوتيل سندياني. كان طيب الكوكتيل؟ ما دقت شيء. لا ولو عم فوكس على احمر يمين شمال يمين شمال، واز بيجي جارسون بضيفني شامبانيا وبيقول لي مضيع شيء استاذ؟ شو عرفه؟ طبيعي. شفت لي شي حلو لابس فستان احمر؟ هيدي اللي هونيك؟ ايوه. كنت واقف ورا الصوفة لا عم تحكي مع حدا ولا بلا بحدا، بري بصوبة بيوقع شيل عن كتفه، بنختلم من ليه بتنخ معي، ولما بنطلع سوا بتقلي بكل نعومي. نعم مرسي مرسي ابو. ايه وبعدين؟ تلبكت مبارك تلبكت، اول مره بحياتي بتلبك هيك. رجعت شتشت البراغي تبعي ورحت لعنده وقلبي عم يطرق بقوه مثل الدربكي. ايه وبس صرت لعنده شو قلت له؟ بونسوار. لا بونسوارين بالشرف. ان شاء الله كان على ذوقك المؤتمر. كان كتير انتريسان. يا مبارك يا مي والله صوت علي موسيقى سمفونية. رجعت شتشت البراغي تبعي ورحت لعنده وقلبي عم يطرق بقوة مثل الدربكي. ايه عفوا شو بتشتغلي حضرتك؟ محامية. مثلي. اسمع شوي كمبارك لكفي الحديث. ايه مثلي انا كمان محامي. شرفنا. وحدك؟ ايه نعم وحضرتك. عم تشربي شامبانيا؟ ايه نعم وحضرتك. من وين حضرتك؟ بيروت وحضرتك. ايه مش ساحتك. ولك زدت حالك يا استاذ. لبكت مبارك تلبكت مبارك، اول مره بحياتي ما بعرف احكي مع مره. انا مطرحك بعزم على الراحه. هيدا اللي صار. رجعت شتشت البراغي تبعي. انتبه بملطه. ورحت لعنده وما زال قلبي عم يطرق بقوه مثل الدربكي. ايه عفوا ما اكون عم بزعجك. ابدا بالعكس. تعطيني هم هيدا رعد. مزبوط شدت امبارح. كثير بخاف من الرعد. ان شاء الله تضل ترعد تضلك معربطه بحضرتك. مهضوم عن جد لذيذ. بعد ما شفت شيء من الاستاذ. بعد ما شفت شيء من الاستاذ بنعش بيك. هلا عزمها على الراس. نعم هلا عزمها على الراس. هلا هلا. نعم ماشي عم خبر صاحبي بكره شو صار معنا الليله. كيف بتحبي ترقصي؟ اي نعم وحضرتك 100%. صرنا نرقص يا معلم بكل حنية واحترام وحديث جر الحديث. مثل شو؟ ما خصك. وإذا دلتوا ترقصوا؟ أنا ما بتعب من الرأس، أحلى شيء عند الرأس. وأنا ما بتعب من الرأس، أحلى شيء عند الرأس. بنعجبك هونتي بلاش تنهش. 100%. مبسوط بشغلك؟ 100%. لا شو اللي بيشتغل ما كله علي. مبارك. نعم مبارك هالنهار اللي شفتك فيه. شو بتحكي حلو محامي. وانت كمان يا رايتين بعد عندي سنتين. ما عرفت اسمك. اسم المحامي عيد سعيد. شو حلو اسمك. سموني عيد لأني خلقت على العيد. أيوه مثل اليوم. اليوم هو العيد الحقيقي لأنه تعرفت عليك فيه. شو بتحكي حلو محامي. وانت كمان. نالك يا ريت بتغير لنا الموسيقى بليز. تكرم عينك بشتغل عند بيك. انا كمان قد ما تحمست يا معلم غيرت الموسيقى الرايقه وحطت موسيقى روك وضلت رقصت ساعه ونص على فرصحتي. بهلا اثناء خليني اقول لك شو عندنا موعد لليوم احسن من ضيع وقت. بس غير الموسيقى قبل. يلا اول موعد عندنا اياه على الساعه 1، ثاني موعد تقريبا على الساعه 2، الموعد الثالث على 3:30، 4 5 6 6:30. الله يبارك الله يزيد. أجل كل المواعيد فرص اليوم وروح على النوم. ليلي عطل الليل عيد. بس ما فينا يا استاذ عيد. أول قضية عنا سرقة واختلاس، تاني قضية تنصيب هريبة وإفلاس، تالت قضية خبيط وتعدي على الناس، شبيق لبيد بوكس كفين وتهديد. الله يبارك الله يزيد. أجل كل المواعيد فرص اليوم وروح على النوم. ليلة عطل الليل عيد. بس ما فينا يا استاذ عيد. قضية
سعرني فيها افتراء. القضية اللي بعدها قضية طلاق، في عنا قضية تزوير وراء، تهريب تنصيب وشاك بدون رصيد. الله يبارك الله يزيد، أجل كل المواعيد، فرس اليوم وروح النوم، ليلي عطل الليل عيد، بس ما فينا يا استزعيد. الله يبارك الله يزيد، أجل كل المواعيد، فرس اليوم وروح النوم، ليلي عطل الليل عيد. الله يبارك الله يزيد، أجل كل المواعيد، فرس اليوم وروح النوم، ليلي عطل الليل عيد. الله يبارك الله يزيد، أجل كل المواعيد، فرس اليوم وروح النوم، ليلي عطل الليل عيد، بس ما فينا يا استزعيد. شباك ويني راحت مثل الحلم وما عشفتها. معلوم من امبارح شتت بقوه، هي قوه طافت يا معلم. هي رايحه على سيارتها مبلوت يابا مي. ايه وبعدين؟ اجت على الاوتيل لتغيروا ما لقيت مطرح. ايه وبعدين؟ تحركت بمحسوبك شهامي وعزمت على الاوضه اللي اخذين لي اياها بالاوتيل لتغيروا فيها. كي ما غيروا لك؟ لا، عرفت الروب تبعي تكنوا نشفوا. يا ويلي بالله خبرية. ايه وبعدين؟ وبعدين إيه؟ ما حصك لك يا استاذ، شو بيك بس تعلاوي الخبرية بتقلي ما خصك؟ لأنه صار اللي صار ووقع الغرام ومحسوبك ضاع لدرجة ما سألت عن اسمه. ايه وبعدين؟ غزل يجر الغزل والدنيا عم تشتي. يغزل عين لشعيد الهدي. وأنا صلي لتشتي بعد حتى نكفي الخبرية. وعن شو حكيته؟ عن التأس. وشو كمان؟ عن الهوى. شو كمان؟ عن الرعد. كلمة رعود غلفك. كلمة رعود غلفك. كلمة رعود غلفك. آخر شي لزت زيعة. لك ايه؟ حرقت البراد. وأنا حرقت لي قلبي من جوا. ايه وبعدين؟ ما صحيت المزو وقلع وجه الضوء، وأخذت مع الروب والكارت وتيابا، وعدتني إنه اليوم جاي لهون لترد لي الروب. جاي لهون؟ بعد نص ساعة من هلأ. ومواعيدك يا أستاذ؟ أجلوا للغيون، اليوم عندي أهم موعد بحياتي. ولك كيف يا أستاذ في عندك مواعيد ما فيك تلغيها؟ مثل شو؟ مع سليم سليم قصة الأرض. أجله. صعد ما صعد البتطال إجوزة. أجله. جابر الدنيوي قضية الاختلاس. أجله. أبو النمر قضية سرية. أجله. إلا أبو النمر، دخيلك هذا ما بيتأجل، هذا أبو النمر. مين يعني أبو النمر؟ مش سامع بأبو النمر؟ بقول عنه التالت هلا. شو جاي يعمل هون؟ ما بعرف، كل اللي بعرفه إنه موعده بعد ربع ساعة. إله أنا مش موجود. ولك شو مش موجود يا استاذ؟ انت ما بتعرفه لابو النمر، هذا سنة 63 كان حاكم المنطقة كلها. اصغر يعني؟ عم بقول لك التالت هلا بتقول لي اصغر، هذا كان يفوت على الكباريات يكسرها تحبسها ويفل. انت مش سامع عن قضيته المشهورة؟ ما معي خبر. هذا كان يحب وحدة، شايفه عم تحكي مع واحد تاني، راح سابه قنينة على راسه وفجل له نفوخ وجاب اشله. لا انا شايفه عم تحكي. لك ايه هذا راسه ما بيحمله. هاي القضية راح فيها 25 سنة حبس، عدا اللي قبلها 6 اشهر سنة سنة ونص اعدام. اعدام؟ عدم قبل هودي؟ مرتين انحكم مرتين اعدام ويصمت منهم مثل الشعره من العجينه. محامي شاطر، شو بده فيه جاي لعندي؟ ما قتل المحامي تبعه الكبشه مع صاحبته. اجلوا يا خي اجلوا الغير. هيدا عدا المطاعم اللي كان يفوت عليها يسهر وياكل ويشرب، ولما طلبوه بالفاتوره تطلع الفاتوره سكيكين بونيا تكسير سنان ايدين رجعين والمطعم بظهره. ايه تبقى قبله انت؟ دخيلك يا استاذ انا وحيد عالدمه. انه شو يعني بدك قبل واحد عايش على الزهره نقتل القتلة؟ ما فيك ما تقبله، هو بصراحه صار له فتره غايب، هلا رجع بين بركي على حظنا الله هديه وتاب. قل له انا مسافر. ما فينا، عرف انه حضرتك هون يمكن يعتبرها اهانه تكبر براسه ياذيك لا سمح الله، ونحن ما فينا نستغنى عنك يا استاذ. شو هالمصيبه هي، انت بتعرفوا شيء؟ شخصيا لا، بسمع عنه حتى ما بعرف كيف شكله. هي ساعه موعده بعد ربع ساعه. طب انا رايح وبرجع بعد ربع ساعه. دخيلك يا استاذ ما تركني وحدي، انا وحيد الدمه. بارك. نحن رجال رورو. نحن شو رورو؟ رجال رورو. خلص بنقابله يا بناخذ القضيه ما بناخذها. دفيع؟ لا دفيع دفيع. شو بدك احسن من هيك؟ انا رايح وراجع. لوين؟ رايح خلص شب صاحب المخفر وجاي. ما تتاخر. رورو نحن رجال رورو. نحن شو رورو؟ رجال رورو. يا ساتر. هات لمباشير بما هي منصبنا المحترم. يا سلام يا مبارك، شو بيلبق لك العز؟ مش حرام انت ما يكون عندك مكتب مثل هيدا وزبونات ناطره بالصف؟ بس يلا ماشي الحال، بيجي يوم. مين هلا؟ ما حدا عنده موعد بهالوقت. على كل تفضل يا اهلا بالشباب، يا اهلا بالشباب، تفضلوا ارتاحوا تفضلوا. يا اهلين. انت الاستاذ عيد؟ انا مبارك، مرجع بالمواد القانونيه، خبير بالاستشارات الدستوريه، ارشيف بالقضايا الجنائيه، وضليع بالعقود الاتفاقيه. عندكم موعد؟ وين الاستاذ عيد؟ راح مشوار صغير وراجع.
كيف بيروح عرفني جاي؟ انا لما اعطيه موعد لازم ينطرني. ليش مين حضرتك؟ انا ابو النمر. يا عيش وانا ترانيكولي. يا عيش وانا ما خصني ولا بدي عيش من ابي رؤافه ليه؟ يا أهلا بتشرب شيء؟ ماشي. ما بصير. ما بدي. مش معقول. سكتوا لي. بس تقول معلم ما بدها يعني ما بدها. اها. دقيقة ورجع لكم. لطو. تعالوا هون وليه؟ هلا فهمت. ما يكون بعثكم الاستاذ لتوقعوني. سكتوا لي. أحسن ما فك لي كرابته. أنت شريكه؟ لا أقل شوي. زميلته؟ أقل شوي. محامي تحت التمرين بتشتغل عنده؟ أقل شوي. بتنظف المكتب؟ إذا بتريد أعلى شوي. أنا مساعده بس. وعشو صار لك ساعة نافخ صدرك علينا ولا؟ بعرضك أنا وحيد عند أمي. فهم اللي حالك مدري شو؟ أنا ماشي. تاني مرة بهرن لك إياه ونستانك. نبي نجيب لي كباية مي. كباية إلي. وكباية إلي. هاو. كيف بروح على المحامي الزفت من مكتب وعرفني جاي؟ معلش معلمي معلش غيبي حجتها معه. انطرانيك مثل الديك. أنا أبو النمر. بيعرف. أنا يلي كنت هز الكباريات. يلي كنت أرعب البواتات. يلي كنت سكر الطرقات. في آخر الزمن صفي بقرون. ما تقولي قرون معلمي. انطرانيك مثل الديك. قلت لك أنا بقرون. أوكي معلمي حضرتك أبو قرون بس قرون كويس ذهب 24 إيراث. وكله من وراك. انا شو خصني طيب؟ لو كنت عم بترقبها مزبوط ما كان صار يلي صار. يا معلمي مدامتك معذور امبارح دني كبس ست شي مش طبيعي له انجبرت نزلت باوتيل بعدين حضرتك غلطانه ليه ما رحت معه على حفل امبارح. مزبوط انا غلطان ما رحت معه على الحفل امبارح بس انها تقضي الليله بودة واحد غريب غلطت انا كمان. ايه بس حضرتك مش متاكده من خبريه سوري يعني متاكد 100% ولما اقول لك متاكد يعني متاكد 200% كل الليل سوا وظهره من اوضته وجه الصبح ايش كانوا عم يعملوا؟ عم يلعبوا شطرنج. يا معلمي دق شطرنج بياخد وقت ليل كله. بلا مزح. ما في معك دليل قطعة. لو كنت عم بتراقبها مزبوط كان صار في معنا دليل كنا عرفنا كل شيء. يا معلمي انا عم يعمل اكثر ما فيي سوري يعني. ولاي ما رحت وراها. لك رحت بس شتي هلكني له وفوق الدك انفختت معي دولاب. كيف بدك بلحق ولا مدام يعني ركض هو بالسيارة والمصاري اللي عم تاخذها لزوم المواصلات وين عم بتروح؟ اوب معلم انا كل اول شهر عم يعطيك كشف حساب كله مكتوب بالتفصيل مملة. وين صار هالمحامي الزفت بعد ما شرف؟ طيب يا معلمي ليش ما حضرتك تستفسري من ستو بلا فضيحة وحكي ناس شي طالعة شي نازلة؟ استفسر؟ بعليها لشو؟ لشواني حضرتها لحتى استفسر؟ ما تركت البيت وما رجعت. بركي راحت على السوق. قلت لك ما رجعت. بسيطها معلمي انا مرته كل يوم بيروح على السوق الساعة 8 الصبح بيرجع 6 بعد الظهر. قال شو بيعمل شوبينج؟ وانا ديمقراطيه ولا مره بيسالها شو عم تشتري. كاتولي بيسكت لشو بيحكي انا؟ اخ لو بتلقط فيها الكلب شبان لفرجيك شو اللي اعمل فيه بدي فض هيدا من فوقه. لك لا شو يا معلمي هيدا كله طلقيه على السكت لا من شافت لا من دريت. يا ريت انا غلطت وتجوزت مدني. انعتني الواطن يتجوز مدني لما عود فيه طلقه. اذا طلقتها بيطلع لنا الثروتي. تعرف شو يعني الثروتي؟ يعني نص حياتي نص عرق جبيني. ليش تروح هي وعشي الكلب يعيش بغداد مصرياتي فشر برقبتها تلحق رقبته ولكن بيطلعوا ليه؟ ما تطلقيها لشو؟ مشان هيك جينا عند محامي شاطر لنلاقي دليل على الخيانه. ساعتها بصير فيي طلقها بدون ما يطلع لها ولا ليره. اوه هيك تمام. بس هالشي ما بيمنع اني بشوفه للحيوان بدي افرمه فرم بدي خليه لي مشاف عن طريق هوب محلك. مرحبتين. انت الاستاذ عيد؟ انت الاستاذ عيد؟ حضرته معلم ابو النمر. جايش وانا ترانيكي مثل الديك مسؤولي عن امن خواشها وايدها يمين وشمال كمان. يا هلا سيد انترانيك. اهلا فيك. يا اهلا وسهلا. يا هلا تفضلوا. يا هلا بالحياة ما تاخذوني كد بالله حد ال على وين ال لا مش بصل ولا مش ممكن اقعد. اقعد. عفوا يمكن يا حيهون يمكن تأخرت تلقيتوا المكتب هو مقفي شوي بس شرح بيزروا بس وطل تاني طابق بس أسانسير شاوب اليوم شاوب بس برود
برود بس في عبقة، عبقة بس في نسمة. تشربوا شيء؟ شاي، عصير، نسكافيه، كابوتشينو، شوكولا شو، شوكولا شي، شوكولا شام، وايجو. بالصيف العصير منيح، الشاي لا الشتوية. بالصيف عصير، بالشتة شاي. ايه هذا بالشتة شاي، بالصيف بالشتة شاي، بالصيف شاي في الشتاء عصير في الصيف. بالصيف العصير منيح، الشاي لا الشتوية. خرج دعاية، خرج دعاية. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. تفضل اقعد واستريح، ليش ما بتضحك شوي؟ بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. عينه بعيني ما بتزيح، الهيئة راحت علي. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. أنا رايح مشوار صغير ورح أرجع بعد شوي. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. دفن بعد بكرة منيح، العزب صالون رعي. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. في شي سخن مثل الزيح عم ينزل عائش رايي. بلا مقدمات يا أستاذ، أنا جاي لعندك بدي أطلق مرتي. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. في محامي صاحبي منيح بفيدك بالقضية. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية. صاحبي ذهب مع الريح، اترك القضية علي. بدي أطلق الست، نحن مجوزين مدني، وانت بتعرف ذات اللقطه بيطلع لنا السروتي. اه والله، قبل ما نتجوز كانت تشتغل، وانا ما بحب المره تشتغل. اعوذ بالله، المره مش لازم تشتغل، المره مطرحها بالبيت. ايوه ايوه، لحتى ما تشتغل لازم تامن مستقبلها. انعدت نتجوز مدني. يا بي حوا، يا رجل حوا، يا بي حوا، وحضرتك لا بك تطلقها من غير شر، ما بتحبها لا سمح الله. ما في حدا بيحب مرته قدي. أه. وما في حدا بالدنيا بيغار على مرته مثلي. أه. اذا حدا طلع فيها تطليعه مستدفع كل رقبته، روح في 6 اشهر حبس مينيموم. يا روحي، لو حدا حكيها مستدفع طول ضلعه، روح في 2 سنين حبس مينيموم. يا روحي، لو حدا لمسها مستعد فضي مشت المسدس براسه، روح فيها مبان. يقويك يقويك، حقك تغار عليا. وهي كمان بتغار علي، اذا شفتني عم بتطلع بوحدي سكر راسها، شو لازم صلاحها بكل يوم الماضي. يا روحي، بس مؤخرا يا للاسف اكتشفت عم تخوني مو واحد تاني غيرك. نعم، انترانيك مثل الدي عبي المشط. مش بشي عبي المشط، مش بشي، بدي اغنو طبعا، بدي شرحه طبعا. مش بس شرحه يا استاذ، لازم من بعد ما تشرحه تعلقوا بالملحب بنص السوق وتبيعوا للنايم. هيك عم بصير طبعا. هيدا الصنف من البشر لازم يتربى ليكون عبره لغيره من حسالة المجتمع. يا عين عليك، منو هالكلب هيدا؟ منو هالكلب هيدا اللي تجرأ وتطلع بمدامته لأبو النمر؟ هيدا واحد مسطول له. اطمن يا أبو النمر اطمن، العدل لازم ياخد مجراه. مازال في علاقة يعني في خيانة، مازال في خيانة يعني في علاقة. لو تمكننا في هذه الحالة من إثبات هذه العلاقة أي هذه الخيانة، بنرفع دعوة بإسقاط حقه من نص الثروة، وهيك بنربح القضية 100%. ولك يسطب تمك أنت وأنت كمان. مشان هيك جينا لعندك، دلونا عليك وقالوا عنك شاطر. يا ابو النمر سألني شو بتكره، بالك الخيانة ما بحبها ابدا. يا صديقي ابو النمري، هالنماذج من البشر اذا صحت كلمة بشر يجب ان نقضي عليها قضاء محكمة مبرمة اكيدا. فمثل هذه الفطريات التي تنمو على جذع الشجرة الكبيرة لابد من ان تستأصل وان تجز، لا من جذوعها فحسب انما من جذورها. ولا يسلم الشرف الرفيع الا والعصا معه معه حتى يراق على جوانبه المناكيد. اكيد لك يسلم تمك انت وانت كمان. سيد القاضي، حضرات المستشارين، نعم، ان هذا المواطن الجالس امامكم، هذا الطفل بجسد رجل، هذا الرقيق بمظهر القاسي، هذا الشفاف بمظهر القوي، إنه لمخدوع من قبل زوجة لم تعرف يوما قيمة ثقة وحب وحنان، هذا الجبل الشامخ شموخ الأرز في بعلبكه وشموخ بعلبك في الأرز. لك يسلم تمك أنت وأنت كمان. سيد القاضي، في إحدى الليالي اكتشفه بالصدفة هذا الشفاف الرقيق بأن زوجته التي تدعي بأنها تلبس ثوب العفة خانته بخفة مع رجل عم بسفة يحرق رف وعرفة. وهو بما أنه لا يحب القال والقيل والقول أراد منها الطلاق دون أن تأخذ منه نصف الثروة وتذهب بها مع عشيقها البشع النتن.
النعنوع الذي ماذا رأت به لا أعرف. ماذا رأت به؟ لا أعرف. بالصيف العصير منيح وشاي للشتوية يا جبل ما يهزك ريح رح نربح القضية. أيوة ركوح يا مر هلسان اللي خلى فلسان. هلأ بلاش ترتاح ثم انطلي بالي يا أبو النمر. أنا لمين للمظاليم اللي مثلك ممكن يأخذ منك بعض المعلومات من أجل حيثيات القضية. طبعا. الاسم الكامل؟ أبو النمر وبس. أبو النمر وبس. اسم المدام؟ ما لك قصة؟ ليس لي قصة. أي متى تجوزت الست؟ عملول بحزيران. عملولو بحزيراني. والست أي متى تجوزتك؟ كمان عملول بحزيران. كمان عملولو بحزيراني. في ولاد لا سمح الله؟ لا ما فيه. ليس بعد. العمر؟ 55. 75. قلت لك 65. عفوا و60. عمر المدام؟ 30. 25. قلت لك 27. عفوا و20. حضرتك مش شايف من غير شر انه في فرق بالعمر مش بطل؟ الحب ما بيعرف العمر. هي هيك قلتي اول ما تجوزت. اصلا لشو العمر مش عايزينه بلاي؟ مال العمر لشو؟ اذا بتريد مش بين مكان يتدخل. انترانيك مثل البيك. اسمع اسمع سامع. حضرتك قلت لي من غير شر انه الست كانت تشتغل. كانت تشتغل فنانه. فنانه تشتشكليه يا ترى؟ لا استربتيز. استربتو ازي دربتو استرب شو طيز. يسلم هالتم. بس محترم جدا وبالنقابة. النقابة من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. لا مش على البيت. حاولت على السوق تجيب غرضين لك مع شيء انت كمان. ومن ثم رأسا الى البيت. لك عليها بشغلة ولا اصلا شو شغلة مش عايزينه بليه. كنت عايش انا وياها بسعادة كبيرة. كبيرة. اجمل ايام قضيناها سوا. سوا. كانت حياتنا عبارة عن لحن موسيقي. موسيقي. كنت تشوفنا قاعدين مع بعض تقول اكيد اولي جوز عصافير. جوز من الحجال. كنت عايش مفكر حالي اسعد رجال بالدنيا كلها. كلها. وعندي اشرف مرة بالعالم كله. اذا بتعد لي اخر جمله ما لحقت بعد اذنك. عندي اشرف مرة بالعالم كله. لا بليها مش ضروري لشو. وعز 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 اكتشفت امبارح انه عم بدخلني. يلعن ابو وابو اللي خلفوا. هم بدي اعرف كل شيء بالتفصيل الممل. امبارح الست كانت معزومه على حفله ببيروت. حفلتني ببيروت بدي اخرب لك بيت وروق. مؤتمر ما مؤتمر. مؤتمرون ما مؤتمرين بدي اخرب لك بيت وروق. كانت الحفله بوتيل السدياني. اوتيل السندياني في شيء. بدي اخرب لك بيتي روق. امبارح شتت كتير. في كتير ناس ما قدرت تسرب على بيوتهم ورا الشتة فاضطروا يضلوا بالاوتيل. بفهم من كلامك انه مدامتك بقيت بالاوتيل. واللي حرق لي قلبي انه ما ضلت وحده بالاوتيل. هي ومين بقيت بالأوتيل؟ فوتت واحد غريب. وحضرتك بتعرفه؟ لا بس رأعرفه تفضينا فيه. لا بلاها طب 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 أكيد حضرتك ما بتعرف. بس رأعرفه طبعا. ورح بادله بهدى الخلقة ورح شرحه شرح خلقة وعشرب من دمه نشف دمه. بس يا أستاذ حضرتك مش يمكن تكون غلطان من غير شر. أعوذ بالله. أنا متأكد منيح من كلام سومترا. كلام مين؟ سومترا خادمة السريلانكية عمرتي يلي كانت معها امبارح بالحفلة. كان مع حدا امبارح بالحفلة؟ كانت ناطرتها بالسيارة استعواتها راحت لتطمن عنا شافت الزلمة بعينها. يعني هيدا الزلمة في حدا شافه؟ طبعا. شوف فاكر القصة هيك سايبة. سومترا شافته مشان هيك حضرتك متعقدة. وليه ما قلتي لي؟ فكرك حيفلت من ايدي؟ ان شاء الله. شو؟ ان شاء الله لا. ولا يمكن. فشر. انت سامع بابو النمر؟ سامع بابو النمر، سامع بابو النمر. بالصيف العصير منيح والشاي للشتوية رح بيعلقنا بالصيخ نصفي كفتة مشوية. يعني سومترا شافته؟ شافته ضاير وياه من الأوضة وجه الصبح على الساعة 6 تقريبا. على 6 بالضبط. شو كانت لابسة؟ سومترا. المدام. شو لك عليها ولا؟ من أجل حيثيات القضية. كانت لابسة فستان سهرة. وشو لونه؟ شو لك اللون بالموضوع؟ إذا بتريد لونه نقطة عينونية مهمة جدا. اعترف قول شو لونه؟ انترانيك مثل البيج. شو كان لونه الفستان؟ كان لونه حمرة مع شال على كتفه مثله حمرة. شي حلو كتير من عند خياطة كتير شاطرة ببرج حموض اسمها بازليك.
ايه وبعدين؟ بعدين شو؟ خلص قلت لك كل شيء يا حبيبي، خلص خلصت القصة. خلصت القصة؟ نعم. هلا بدك تطلق مدامتك من غير شر، كرمال هالحكي البلا طعمة هيدا. حكي بلا طعمة؟ الحكي اللي قلت لك اياه بلا طعمة؟ أكيد بلا طعمة، ما معك حجج موسوعة يا أستاذ، ما في دليل حسي، القانون واضح بهالنقطة هيدي. سومترا! سومترا شو؟ سومترا شو؟ ما في سومترا بالقانون يا أستاذ. القانون ما في سومترا ولا فستان ولا اوتيل، هيدا قانون يا استاذ مش مجلة هبلتي. هلا يلي كل قلت لك اياه ما بفيد القضية. ما بفيد بشي، اياك ثم اياك او تتقرب على الزلمة، القانون بيحميه، القانون بصفه، القانون معه يا حكتاب، القانون واضح جدا، البند 7110 صفحة 4111، لا دليل على المتهم ويبرأ في الحال إذا كان في الجريمة سومترا. هيك القانون قايل؟ يا استاذ لازمك ادله ساطعه، براهين ناصعه، سيد القاضي، حضرات المستشارين. يا نعم. ان هذا المواطن الطفل بجسد وحش يشوه سمعه زوجته الشريفه المحصوره مشاويرها من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت من اجل كلام فارغ عار عن الصحه غير مدعوم بادله جازمه وحاسمه. بالصيف العصير منيح والشايله الشتويه، وطي صوتك اوعى تصيح مرتك وحدي بريكي. ايوه لك يسلم تمك انت، وانت كمان اوعى تقرب على الزلمه. بس وليه؟ القانون بيحميه. سكوت وليه؟ القانون بصفه. ولا كلمه وليه؟ القانون معه. عدله تعال هون انت لشوف، تعال هون، تعال. نعم تعال هون انت. انا؟ ايه انت. بس انا انت. لا انا مش انت، تعال هون انت. بس انا انا انت. اشعرت وليه؟ تعال هون عم بقول لك. روح مر. وليه؟ وليه انا وليه انترانيك؟ مثل الديك حفظناها. وليه انا مسكره شوارع برج حمود ثلاثه مرات؟ وليه؟ واضحه. وليه انا خلقانه قبل شياطين؟ وليه؟ وخلقان تحت الانترا، مشان هيك سموك انترا. انت اسمك كومبوزي مش هيك؟ ومعناه واضح جدا. طلع فيي هون منيح يا خيي. والله انا ذكر، بتحب تتاكد؟ سد بوزك وقولي شو بقلك معلم. كيف بدي سد بوزي؟ وقول يا بقول يا بسد بوزي. هلا سد بوزك بعدين قولي. يلا لشوف شو قلك بخصوص القضيه. يا استاذ قضيتك خسراني، روح شوف غير محامي. بس دلوني عليك انه في حدا غيرك بين فيها. ما بقى فيي ايم بشي. بفهم من كلامك عم ترفض القضيه. يا خيي ما في قضيه ترفضها، انت قلت بلسانك مرتك اشرف مره بالدنيا كلها. فزن انت جديد حالك يا معلمي. معها حق، نحن مش متاكدين من دليل. نتاكد 100%، وبس لقيه رح افضمه فرم. ماشي لندور على محامي تاني. وهيدي هيدي بعينك. هيدا اتركه هلا، بركي رجعنا حزناه. رجع لك يا جراتا كريستا وحسابك بعدين. انا بالرفض القضيه راجعين. روحه بلا راجعه ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم قريبا. الله معكم شباب، الله معكم. مبارك شو عامل بحالك؟ هن عملوا استاذ الشباب شلحوني ثيابي. كيف بتخلوني شلحوك مبارك؟ نحن عبد بالتشليحه على السطر وفلوا عبد. جيب لي كبايه مي. معش في سربون الشباب ولا نقطه، واخذوا البراد كمان يا حبيبي. وحضرتك شو عملت معهم؟ انا مش مصدق اللي عم بيصير مبارك. مثل التمثيليات، انا المتهم والمحامي بنفس الوقت، ولك مع مين؟ مع التيل قتلة. اذا شافه عم تحكي شبه قنينة عن فوقه، انا شو رح يعمل فيه؟ كسلت حسب خبرتي. الله لا يقدر. بخيلك يا استاذ اقول لك رجعوه. انت عم تتخبى وراي، شو بخبي منك انا؟ خبيني وراك. يا ويلي روح افتح. استاذ انت افتح وانا بنترك هون. انت افتح وانا بنترك هون. استاذ هذا مكتبك وانت لازم تفتح. لشو موصفك انا لتفتح انت؟ ما بقدر شيء يا خيي. انت ما عليك شيء، دور علي. تعال اخرج من الشباك. تعرف شو؟ حمول هالشمسية تقلك. الحقني. اول ما نفتح الباب تشبول لي صوبك عن فوخ بكل قوتك. ليش بعت فيي هو؟ مين؟ 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 عم تسألني إليه؟ واحد، اثنين، ثلاثة. يا انت مين؟ يا هلا هيدي انت. بونسوار وزنان. ايه مغطيه بعد مغطيه. مين حضرتك؟ حضرت الست. تشرفنا. شو الجمال هيدا مبارك. روح البس عليك بعدين جقي لترافولتا بالاذن. هاي عيدو. عيدو باي حال عدت يا عيدو؟ شو بك معصب؟ مش معصب ولو هيك بتقابلني؟ شو بدك يعني حط لك نوبه لمتين تستقبلك على الباب؟ عيد لا عم تحكي معي هيك. انا حر. مش معقول هذا غير زلمه اللي تعرفت عليه امبارح. لا يا ست، هذا هو ذاته زلمه تعرفت عليه امبارح، بس هالمره عارف الحقيقه. شو عم بتترشق؟ على كل حال انا جاي ارد لك الروب ورايحه. لا خليكي كفي على الباقي. ما بقى في اتحمل، انا رايحه. عارفي مين كيفي هون يا ست؟ مين؟ لحام. مين يعني؟ ملك الكفته والشيش طاووق. عن مين عم تحكي؟ جوزك يا ست. جوزي؟ ايوه. كان هون؟ لو بتعرف مشان شو جاي. مشان شو؟ مشان ليله امبارح. ليله امبارح. اعملي لك هزه محامية يا رقاصة، ولك انتو الكذب بدمكم. بس الحمد لله ما عرف انه انا الزلمة. اي زلمة؟ لك انت معه بالاوضة امبارح. اي يعني انت؟ وطي صوتك. فزعان؟ شرفوني ثلاث جبلات وبوكلين، ما بديك افزع. وليش اجى لعندك اذا هيك؟ اجى لعندي بصفة محامي، بده يرفع دعوة ضدك.
بده يثبت العلاقة اللي بينك وبيني. بده يطلقك يا ست. عن جد بده يطلقني؟ ومبسوطة؟ مش عارفة معه؟ ولا معي خبر. كيف مش قاعدة معه بالبيت؟ لا أنا قاعدة عند عمه. عمه مين عمه؟ عمه الدكتور راشي زيدان، عمه للبابا. صار لي فترة تركي البيت. لك ما أروق بيلا، ما كأنه خاصة بالقصة. آخر همي مش فرقاني معي. يا ست بده يطلقك، تعرف شو يعني بده يطلقك؟ شو يعني؟ يعني فيها فضيحة. شو يعني؟ ما فكرتي فيي بمستقبلي؟ كي رح يخترب بيتي ويتسكر مكتبي؟ أنا كل عمري محامي نظيف شريف، إيش بهالآخرة أتبهدل البهدلة هيدي؟ وكله كرمال مين؟ كرمال وحدة كذبت علي وقالت لي إنها مجوزة. ما سألتني. مطرة أسألك. أنا ما بعتبر حالي مجوزة. والتراكتور اللي شرف. ما بحبه. ليش أخذتيه؟ غلطة وصارت ما حدا كامل. حضرتك قاعدة عند عمو الدكتور راجو زيدان وأنا مقعدتيني على الخزوق وعنتفي بمقبرة الضايعة. مهضوم. منك غنز 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 بكفي استغلال بقى، استغليتي عاطفتي وحنيتي وطيبة قلبي. كل اللي حكيناهم بالأوضة ما جبتي لي سيرته ولا بسط. أول مرة بحياتي بحب مرة تطلع مجوزة دنبر. ما بحبه. بحبك إلك. بحبك إلك. هلا مش هيك زعلان لأني طلعت مجوزة؟ لا مش بس لأنك ما قلتي لي. ما صار فرصة إلك. إنه لو شبقني سكيني وقعت فيها 6 أشهر بالمستشفى كان صار فرصة. شو بدهم يكتبوا بالجرايد؟ رجل مخدوع يطعن عشيق زوجته. مين كان بعد بيوكل هيك محامي متهم بهيك قضية؟ كيف عرفت إنه جوزي؟ وصفك 100% يا ست، جربت أقنعه بلاها عبس. وليه عملت هيك؟ لأني ما بدي أكون متهم بهيك قضية. أنت بتعرفي إنه امبارح ما صار شي بيناتنا وأنا بريء. وعشو كل الوقت عم تفشخ علي؟ وطلعنا على الأوضة وكل ما تروحوا ندخل في مبارك فوت على شغلك. الحمد لله يبدو انه زبطنا من القضيه. حتى لو كانت القضيه بتخصني انا. شو قصدك؟ ما قصدي شيء، بس عم ذكرك باللي قلت لي امبارح. ليش قلت لك امبارح؟ ناسي؟ مش انت قلت لي انه حيالله رجال بالعالم بيتمنى يتجوزك؟ ايه بس اذا ما كنت مجوزه. ما انا لما طلق رح بطل مجوزه. وانا ببطل موجود. شو يعني امبارح بعدك عم تقول انك بتحبني؟ ما هي المصيبه اني حبيتك. كذاب. بس وليه؟ كذاب ونص، لانه لو كنت عن جد بتحبني ما كنت بتسمع قصص سخيفه هيدي. هيدي قصص سخيفه يا ست، فيها فضيحه. شو يعني؟ يعني فيها تعليق مشانك. يعني بطلت تحبني؟ يعني بطلت تحبني؟ يعني بطلت تحبني؟ يعني بطلت تحبني؟ صراحة امبارح كنت ميت فيك وكنت شايفك قمر. واليوم؟ اليوم بعدني شايفك قمر، بس صراحة ايه؟ مش مستعد لموت ولا اخرج مستقبلي كرمالك. يعني؟ يعني بصراحة؟ ايه؟ بصراحة 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 حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلوة وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة إنك حلواي، شعرك عكتفك حرير، سوسحت الرايح والجاي، مهضوم عيو أكتير. بصراحة جسمك بسطل، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة إنك لذيذي، صوتك عديني حنون، البسمة عقلبي عزيزي، وعندك أحلى جوز عيوني. بصراحة إنك رهيبي، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. بصراحة حلو الصراحة، بصراحة رح قلك شي حلو وعيونك دباحة، لكن ما بتعني لي شي. لكن ما بتعني لي شي.
ابو النمر شاب عرجاله يا حبيبي عيد استاذ خدني ما مين المحامي؟ عيد ما فهمنا شيء المتهم والمحامي ذات الشخص وشو القضية؟ قضية الهيئة قضية خيانة واحد كان مش مرته مع واحد تاني هو عم بيخون مرته مرته عم بتخونه صاحب مرته عم يظهر مع وحدة تاني والتاني مجوزة جوزة عم بتخونه ومركب لها جوزة قرونه قد قرونه الأخلاق في التاني والحالة تعباني صاير مجتمعنا مبني على الخيانة والسبب ما بقى في تضحية ولا تنازل صار كل واحد بميلي ما بقى في حب ولا محبة والسبب عم تفرط العيلة صار الشواز هو القاعدة والقاعدة شواز انخلط الحابل بالنابل فرطوا العيلة طيفرطونا ما عاد إلنا هوية صرنا نرقص هيب هوب عدى العونة على دلعونا وعلى دلعونا متهم محامي ضيعتونا على دلعونا وعلى دلعونا شو صاير بالعالم ضيعتونا على دلعونا فرضيت العيلة كل واحد منا صاير بميلة البي بتخونه البي العيلة بي للعيلة كمان بخونا على دلعونا وعلى دلعونا شو صاير بالعالم ضيعتونا على دلعونا وعلى دلعونا شو صاير بالعالم ضيعتونا على دلعونا وين راح الوافة وين المحبة وين راح الدافة في قلب العيلة داش والجافة هو ملعون وهي ملعونة على دلعونا وعلى دلعونا شو صاير بالعالم ضيعتونا على دلعونا وعلى دلعونا شو صاير بالعالم ضيعتونا استاذ عيد الله يخليك وعاء انا موعيد ليش حضرتك شطحت معك هلان على دلعونا وعلى دلعونا حلوه وبتجنن لكن ملعونه شو عم بيقول هاتوا كان مكاوب بس في كبوس يا بي ملك كبوس يا مبارك بعدك هون حضرتك وجوزها بعده هون صلوا ربع ساعه ناطر برا كسر لي مكتبي بحزنت لهم دور شوي اوعى تنهز من مطرحي وين بدي روح لا خليكي قاعده بتشربي شيء شوكولاتو شو يا ست جوزك هون وذا خلي يفوت ويعرف الحقيقه بيكتشف قصة حبنا حياتي ليك حياتي أنا حياتي بتخلص بعد نص دقيقة إذا بتضلي هون حياتي وين بروح؟ وطي صوتك شو قلتي؟ وين بروح؟ وطي صوتك وين صار المهم الزفت؟ يلا يلا خوش دقيقتين بس صار لك ربع ساعة بتقلي دقيقتين وبس هالمرة عن جد دقيقتين وبس يا ربي دخلك شو بدي أعمل؟ شو بدك أعمل؟ تعرفي شو؟ فوت تخبي بالحمام نعم أنا أتخبى بالحمام أنا ليلى المسحة بيتي أتخبى وبالحمام عكل حيل حمامنا دولوك ستنا بلاط سيراميك بردية المختص مخمل والكرسي هزاز وعندك مجلات وشرايط جوا اخبار السياسة عنا بتسهل امورك بسرعة بدرسة لك شو بعمل بدرسة يا ست جوزك هون وبدي او التاني بفوت مش فرقاني معي انا فرقاني معي فوت جوا ما بدي وطي صوتي شو قلتي ما بدي وطي صوتي شو قلتي احكي لي بتهذيب تاني مرة اذا بتريدي بعد اذنك اذا ما في ازعاج بعد امرك ممكن نتشرف بدعوتك على الدبليو سي عنا ونرجو انه تتمتعي بالبلاد جور تبعنا اها ايه هيك من الاول تفضل ايه تغندر ايه خدي وادي ايه رضي قصدي فتح لك بوديوم انا هون المشتركة معنا اليوم أعزائي بتلبس طيور أبيض مكشكش من تحت مخشخش من فوق تصميم المصمم الإيطالي العالمي حظي أخو محلوشي أما بالنسبة لسكربيني فهي تقدمة محلات سكربينات تعراسي ولك فوتي خلصيني خليك متذكر كرمالك تخبت ليلى بالحمام هيدي ما بتصير لحدا ليلى بتخبى بالحمام ممنوني كست ليلى وقطعي لنا عسلامي هالليلى وأنا رح ردلك إياها ألف ليلى وليلى زي من عندك لشوف طفي الضوء
لك يا استاذ انت محامي قضاء الشاطر على راس وعيني، والناس بتنظر عندك بالصف على راس وعيني، الا ابو نمر ابيض دول على راس وعيني. سامع شو عم بقول لك؟ على راس وعيني. ثاني مره ايدي والبوكس على راس وعيني. لا على جسمك كله ما راح اخلي فيك شي صار. وليه؟ كيف نطرت معلم ربع ساعه وليه؟ كنت اخذ انتراكت استراحه ربع ساعه. هالمره عمري لك اياها، بس المره الجايه اذا بتعيدها هيدا المكتب كله بصفي دوك بول انت كتي. معلم مصر انت تستلم قضيه، مشان هيك راحت وجابت معها شهود. اي شهود؟ سمترا خدمه السرنكيت عمرتي، هي الوحيده اللي شافت الواطي بعينها. خليت لك حقيقة بركي بتغير رأيك. ولا ممكن غير رأيي، ولا بدي شوف شهود ولا شهود تشوفني. لازم تشوفها وتسمع كل كلمة عم بتقولها لتعطيك مواصفاته للحيوان. ما تقول حيوان. شو حيوان ومكتر هو لو منه حيوان بيوقع حاله بهيك مصيبة. يا ويليه ما المنظر رح بيكون بس اطلقت فيه. بدي خلي كل التلفزيونات يصوروني كيف عم بطحنه، بدي خلي برامج الريل تفاه يصوروا مشهد الفتفة دي بالتفصيل ليكون عبرة اللي منعتبر أرضيا وفضائيا. بدك تعرضه على الفضائيات؟ 100%. إعال هيك بيشوفني ابن عمتي بكندا. معلمي عن جد بدك تصوري مشهد؟ معلوم. طيب فيي اطلع بالصورة مشان تشوفني فازليك؟ مين فازليك؟ صاحبته. لمين؟ لأدي. شو يا أستاذ؟ جاهز تشوف سمترة لتعطيك مواصفاته الكازانوفا؟ لا. كيف؟ المواصفات بعرفها تماما. كيف؟ كيف بكى شكله ما رح يكون أهم وأفخم وأجمل من فخامتكم. ولك روح يا عمر هلسان اللي خلف هلسان، شفت ليش بصر أنت تستلم القضية؟ لأنك بلسن. فينا نأجلها يومين زمان. ليش؟ تعيش لي يومين مثل الخل. ما فهمت يا أستاذ، حضرتك مش مستعجل وأنا بلاقيه بصفي حساباتي معه، اتركه علي. أم بلا مستعجل، واليوم بدي أنهي كل شيء متعلق بالقضية، بدي ريح قلبي وأعرف من هو، وأنا بدي أتصفى مع المرت. ما تقول مرت. دقيقة وسمترة بتكون هون، جيبها الشوفير بالسر، طب ما تعرف الست وتنزل لنا الطبخة. هي انت عن جدني وتنزل لنا الطبخة. أيوة ممكن ترشيها لسمترة وتعطينا مواصفات غلط، هيك بتكون فوتتنا بالحياة. هي انت عن جدني وتفوتنا بالحائط. سمترة بتوصل بعد 5 دقايق ماكسيمول، لازم تاخذ منك كل المعلومات بالتفصيل مشان يخرب له بيته. هي انت عن جدني وتخرب له بيته. انت بهالوقت نسمع موسيقى كانت وصلت سمترة. شو عندك تشكيلة حلوة؟ عندك شي لفريدة ترشا؟ مين؟ فريدة ترشا حيات حلو بس نفهمه شو بده. والله أنا مش عم بفهمه شو بده. أو شي لعبدك حليمة حافظة خصوصي غنية جبارة، أم كلثوم يا مسهرتيني، أم زياد بعدك على باله، زكية نصيب، رجعة رجعة تتعمر رجعة أرمينيا، ودي الصافي رح ألفك بالغصن يا عصفورة. فوتي جوا. مع مين عم تحكي؟ عم اقول فوت الجوا غنية ناس جديد على السوق مش سامعينها بعد. فوت الجوا مكسرة الارض على الاذاعات، عم بحطوها على اذاعة صوت الضبضبة. اذاعة صوت الضبضبة؟ اذاعة فاتحة جديد على 155 ميجا هرتز، وعم يعرضوها كليب على تلفزيون. خلاص تلفزيون خلص كمان فاتحة جديد. هيدي اول مرة بسمع بغنية اسمها فوت الجوا. هات لشوف سمعنا اياها. سمعينا لشو؟ سمعنا اياها. فوت الجوا. فوت الجوا فوت الجوا. فوت الجوا وجوا ضلي، فوت الجوا وما بقى تطلي، وبكرة لم تخلص لحكاية فلي وعن سماي حلي. فوت الجوا وجوا ضلي، فوت الجوا وقوع تطلي، وبكرة لم تخلص لحكاية فلي وعن سماي حلي. فوت الجوا ضلك جوا طفي هالضويل مضوى، يلعن أبوك يا حوا انت والله أصل العلي. فوت الجوا وجوا ضلي، فوت الجوا اوعى تضلي، بكرة لم تخلص الحكاية فلي وعن سماي حلي. فوت الجوا 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 بلا ولا حجي حاجي تحرقي وتعملي ضجي، ان شاء الله بتفطصي ان شاء الله بتبجي، احسن
ما يعرفوا فيك الشباب. فوت الجوة وجوة ضلي، فوت الجوة وعطلي، بكرة لم تخلص الحكاية فلي وعنسى ما يحلي. فوت الجوة يا حلواي، سلي انت والمراي بالمختص ورا البرداي نضبي وحجبات تسلي. فوت الجوة وجوة ضلي، فوت الجوة وقوعة تضلي، بكرة لم تخلص الحكاية فلي وعنسى ما يحلي. الله الله يا بارود، الله الله، شو الغنية الحلوة هي، تعطيني السيدي تبعها بدي اسمعها رواق. ما لا مش لا ما مدري مين أخذها من عندي وما عاد رد. تعرف يا أستاذ عيد، موهت عني شوي، مهضوم أنت، ما بيك شي، عن جد ما بيك شي. قريبا الله راد. وين الحمام عندك؟ بدي فوت على الحمام أجلك هالحشرة. ما الواحد الحشرة بفوت على الحمام؟ لا شو شو بدك بالحمام؟ ليكو ولك كيف شو بدي بالحمام؟ شو بيعملوا بالحمام؟ بيضبضبوا. شو كمان؟ بيشبدوا. شو كمان؟ بيقطعوا نفس. شو كمان؟ بيسيسرونا الليلة. ايوه بيتسيسر الواحد. وين بدنا نتسيسر؟ عند حمام الجيران، انا ما عندي حمام. مكتب طويل عريض ما في حمام معقول؟ مهندس حمار نسي يعمل لي حمام. طيب عندك زريعة؟ على البلكون. انا راجع. كان عندك زريعة؟ انا فايت ازرع جوا. فيو افون؟ تعال هون انت لشوف، تعال هون تعال. نعم. خبريني لشوف، هلا معقول السهرة الانكية تعطي مواصفات مزبوطة؟ ما بعتقد لا. وانا كمان حرام معلم، عم بتعذب حالة على الفاضي، معنا مثل هيدا عم بيخون طلقية وعمره ما رجعت. مزبوط يسلم هالتم. لك كل الوقت عم بقنعها، ما عم تقتنع. عنيدي لا؟ مزبوط يسلم هالتم، عنيدي. كيف بتقول لي يا معلم عنيدي ولي؟ ما انت التابلي. انا بس يقول انت بيسمع. بدي اخلص بقى من هاي قضية ونشوف شغلنا له. اليوم كل نهار من مطرح لمطرح كرمال الشغل البلا طعمة. سوري يعني. بحكي؟ بحكي. يسلم هالتم، مزبوط بلا طعمة. كيف بتقولي بلا طعمة ولي؟ ما انت التابلي. انا بس يقول انت بيسمع. بقى معلم خايفة على مصرياته. إله حق ولا لا؟ قولي ولي إله حق ولا لا؟ إله حق. سكتي ولي، انا بس يقول إله حق. ليه؟ إله حق. انا محلك انت ومعلمك باخذ مواصفات كيف ما كانت من سوماترا واوفريرا. كأنه شيئا ما كانت اصلا. ما هون مصيبه بس توصل سوماترا. سيبت شو؟ لاحق تعرف؟ ما فهمت. خلص خيي، خليني مريح ضميري. خيي ريح ضميري. يعطيك العافيه معلم، شو مش الحال؟ مثل العادي بالتقسيط. اها. وين المحامي؟ ابو النمر بعد اذنك انا بدي استاذن. لوين؟ ما في فله اما تيجي سوماترا. ما هي بس تيجي سوماترا في فله ابديه. ممنوع تتحرك من عندك، الشباب ناطرين الشوفير تحت ومطوعين البنايه على الاسطى. اليوم بدنا القضية. مصر على اليوم؟ نعم. تتمم واجبات الدينية. استاذ وصل سوماترا. خليها تفوت. ما تخليها. خليها تفوت. ما تخليها. خليها. ما تخليها. خليها. ما تخليها. خليها. ما تخليها. خليها. خليها. أهلا وسهلا خليها. مش يعني ياخذ وقتك أكثر من خمس دقايق. هول الباقيين من عمري. فوتي يا سوماترا فوتي. هلو ماستر. هلا وين؟ هيدي سوماترا. برومي يا استاذ خليها تشوفك. ولك برومي يا استاذ خليها تشوفك. إيه تشرفنا سوماترا. شو القصة يا استاذ؟ مروم صوبنا نحكي معك مثل العالم والناس. يا هلا يا اهلا وسهلا سوماترا، شرفتي. شو القضية؟ الضوء الضوء مزهرقني. سوماترا انت شفتيه للزلمة؟ يس مستر اكيد طبعا اكيد. وينك يا استاذ؟ عم بسند اجر المكتب عم بلق. كفو كفو انتو كفو كفو. سوماترا هلا اذا شفتيه بتعرفيه؟ يس مستر اكيد طبعا اكيد بعرفه من مين زلمة. قوم احكي مع المرة يا استاذ. سوماترا هل انت متأكدة يا ملا يا سوماترا؟ شفته دي بس مستر. يعني ما شفتيه منيح؟ يس مستر شفته كثير منيح اكيد طبعا اكيد. تذكر يا سوماترا وعصري لي مخك منيح. ما تعصري سوماترا لشو، بالصيف العصير مش منيح. عصري مخك سوماترا. تذكر يا سوماترا كيف كان شكله؟ هو شكله مرتب. الحمد لله زمطنا من اول وحده. خوشه زمطنا من الثاني. ليه بسبتلي؟ ايه وشو كمان؟ شو كمان؟ كان طويل ولا قصير؟ قصير مستر. ناصح ولا ضعيف؟ ضعيف. شفيف ورقيق. سمعتيه هيك شيء؟ يس مستر. نبرة صوته كيف؟ وات؟ نبرة صوته كيف؟ صوته خشن كيف؟ ومشيته حلوة سوماترا. لون عيونه شو كان؟ ما انتبهت مستر. بيلبس هوانات يا ترى؟ نحط هوانات يس هوانات نحط هوانات يس هوانات نحط هوانات ليش يا مستر؟ لا بدك تحددي مستر، بدي اعرف شيلهم وابطهم.
سومترا لما هيك شو قال؟ الا ما دام بحبي بتحب وحب ان شاء الله. كيف قال اياها الواطي؟ الا على الواطي. ما بحب اللي بيحكوا على الواطي. رجع على باي على العيله. مش حلو الواحد يعلي صوته كمان. سومترا طلعي بالاستاذ وردي على سؤالك. كم سومترا كم سومترا؟ هل انت متاكده يا ملاء يا سومترا؟ اكيد طبعا اكيد. هل انت عم تتخيلي يا ملاء يا سومترا؟ اكيد طبعا اكيد. هل تعرفي توصفي يا ملاء يا سومترا؟ اكيد طبعا اكيد. هل رح تروعينا بالحيط يا ملاء يا سومترا؟ اكيد طبعا اكيد. بهمتك يا سومترا. اكيد طبعا اكيد. لك الله يلعن الطبيب اللي اعطيك رابور منيح اللي ودي عند الضابط اللي ختم لك على الباسبور اللي ودي على المكتب اللي وظفك عند الست اللي اخذتك معها الحفله بعزا الاوتيل. اله شوارب ولا ما له شوارب؟ ما فيهم انا مستر. مبارك شفره حلاقه على السريع. إلو شوارب ولا ما إلو شوارب؟ ما فيهم أنا مستر. لك شوارب مثل هيدا اللي هو شباك ما تفهم عربي أنت؟ اف عليكم صالكم مية سنة هون باكن بتحكوا عربي مكسرة. هل يتعلم ولو شو بده دكتوراه هو؟ لك علمها أنت. لك شوارب مثل هيدا. ايوه مبارك شفت حلاقه. نو مستر بلا شوارب. مبارك بليها بلا شوارب. نو مستر اكيد. يس عم بتخوني ما واحد بلا شوارب. لك كيف العين؟ نو مستر بلا شوارب اكيد 100%. يس يعني بنلغي الطلبيه. يس ولك يقبرني اللي خلقك يا سواترا. ولك يرحم تراب الطبيب اللي عطيك رابور منيح اللي ودي عند الضابط اللي ختم لك على الباسبور اللي ودي على المكتب اللي وظفك عند الست بعزل حفله. سومترا بهنيك على الدقه بالتفاصيل وعلى اخلاصك لابو النمر. اخذت كل التفاصيل يا استاذ. كله صار عندي يا استاذ. يعني من ودي سومترا خليها مبسوط فيها قد الدنيا. ولك يسلم لي بيانك يا سومترا. بيانك بيانك بيونا. سومترا بشكرك على المواصفات اكثر ما بنستاهل. خليها تروح يا استاذ عندي مليون شغله بعد. سومترا انت فخر الصناعه السريلانكيه. اسمحي لي اقدم لك غنيه من تراثكم العريق بتقول سريلانكا مي متو ياتي سريلانكا مي متو ياتي سريلانكا مي سريلانكا مي حمد الله زمطنا عسلامي. شو يا استاذ نتكل عليك يا استاذ؟ قضيتك خسراني طالما المدة علي بلا شوارب. شو يعني خلص ما بقى عليه؟ مواصفاته ستاندر. يخرب بيتك يا مرتي حطيتيني راسي بالتراب. طلقها بدون قضيه. بدون قضيه؟ بدك اياني طلقها فوق الدك ادفع ملايين الدولارات للخاينه؟ بفهم من كلامك انك مستعد تطلقها اذا بتتنزل لك عن نص الثروه. ما في مانع. وبعدين بصفي حسابي على رواق مع البساين عشيه. ما تقول بساين، خليك اكبر من هيك ولو يا ابو النمر. ابو النمر انا رح حاول قبل المدام وجرب اقنعها بانها تتنازل عن نص الثروه. عن جد ايمتى؟ هلا بعد ما تفلوا. كيف؟ قصدي بهاليومين هاليومين. انا ممنونك يا استاذ عيد، تعبناك معنا. ابو النمر نحن بدنا نخدمه بس. هيدا كارتي، في حال جد معك شيء اتصل فيي، بخاطرك، ما رح اطلب طاري مع هداك، رح لاقيه يوم ما افرمه وجيبك انت ترفع عني. عندك شيء لحكيمه؟ مين؟ لك هيدي لو حكيمه مصريه. السلام عليكي السلام عليكي السلام عليكي. باي ماستر. باي سوماترا. سريلانكا مي متو ياتي سريلانكا مي متو ياتي سريلانكا مي اي لاف يو ماستر. هلا اطلع من الحمام يا ست. ما بدي مرتاحه هون. هلا بقى ايش بدك يا منكية؟ شو صار؟ شو صار؟ ما بتعرفي تهدي جوك انت روحتينا؟ فلو؟ الحمد لله زمطنا على سلامه. هذه سومترا بدها فحص عيون وصفتني غلط بغلط كأني غير واحد. كتر خير الله عكل حيل. مبروك إلنا ولك يا ست. جوزك رح يطلقك. عن جد؟ وليش مبسوط هالقد؟ وانت ليش زعلاني هالقد لأنه بده يطلقك؟ لا زعلاني لأنه حكيت عني بالعاطل أنا بالحمام. فلي وعن سمايي حلي. كنت عم بمزح ولو كنت معصب. يلعن أبوك يا حواء أنتوا أصل العلة. إذا نحن أصل العلة ليش بتضلوا راكدين ورانا؟ إنه ورا مين بدك نركض يعني؟ بعدين من شوي كنت حلوة بعيون الدباحة لكن ما بعني لك شيء. هلا رجعت ابني بس خلصت المشاكل. عكل حال بهنيك. منك هين بتمثل منيح. خرج تكون ممثل مش محامي. ما انا كنت بدي اعمل تمثيل. بالبالة. بس اهلي ما خلوني ما بطعمي خبز. انت عملت اقرب شيء على التمثيل محامي. اكلت خبز وكتر. بالمحكمة برافعه كاني واقف على المسرح. بمثل حالي بطريقه اقنع فيها القضاة الكرام كاني عم بقنع المشاهدين الكرام. بس المشكله انه بالمحكمة الدور واحد بينما على المسرح تتنقلي من حالي لحالي من شخصيه لشخصيه من دور لدور. لما بتلبسي شخصيه غير شخصيتك بتوقفي الزمن وبتنسي همومك وبتلبسي وش جديد لدرجة انك تشتاقي لوجهك الحقيقي او بتتمني تضلي ورا الوجه الجديد. شو حلو تعال نمثل سوا. لشو عم نعمل هلا؟ انه فرجيني شي. نعم فرجيني شي. شي مثل شو يا عيني؟ حيط. عبالك تتسلى شوي؟ يا ريت عبالي تسلى بعد هالسترس. لا قولتك ما زال همه نزل هيدا نفرفش. انا حاضرة. لما كنت بالمدرسة كنت اقعد ورا الطبقة فتول بشعريتي. الاستاذ مدري شو عم يشرح وانا راسي بغير مطرح. الاستاذ بعده عم يشرح وأنا عم بحلم بالمسرح.
طول عمري أحلم إني صير فنان وقف على المسرح املوك المطرح وانسى شو تعبان انسى شو تعبان ساعة العاشق الولهان ساعة الشحاد المسكين ساعة قائد للرومان او يمكن صلاح الدين او يمكن صلاح الدين حابب شارلي شابلن سير حتى ضحك العالم او يمكن اعمل شرير وبلش اذي بالعالم حابب اكون زلمه مع الدرب نظامي وقف بالصف او يمكن كون اكبر ازعر ما بفهم الا بالكف بالكف انا حابب فلاح كون اقعد غني علومة او يمكن اعمل نيرون امر بحرق روما روما بواب على قصر الملك قاعد وحدي بهالليل او يمكن اعمل عملت او يمكن اعمل عطايل عملت انت ام لبي من عمو اللي قتل خي عطايل الاسود يا حرام لعب له براسه الشك راح وخلص على المدام والخنجر بسطره شك عالمسرح تحلى الوقفة وقلبي من الفرحة بيطير لما يعلى صوت الزقفة لمحبوب الجماهير شو حلو بتعرف انك بتعقد وانت كمان كل ما عم اتعرف عليك عم حبك زيادة وانت كمان عيد انت مش بس محامي شاطر انت فنان كمان وانت كمان مشان هيك حبيتك حسيتك قريبه مني وعلي بكره ان الله راد بس تطلقي لهالسكسويل صحيح رح تاخدي بيك اب بس بيك اب من اللي بدك اياهن الليب يعني قررت تضحك كرمالي مرسي كتير ما في تضحيه ولا شيء طالما ما في فضيحه ما في تضحيه ما فهمت مطلوب منك شغله وحده بس شو هي قدرت وبحنكه المحامي اللي عندي اقنعه انه اذا بتتنازلي له عن نص الثروه مستعد يطلقك ودغري هيك لكن ساعتها بحل عن سمانا بناخذ بعضنا بنقضي شهر العسل يا بريز يا فينيز ومين قال لك انا رح وافق نعم انا صحيح حبيت لانك محامي شاطر الله يديمك ومهضوم الله يديمك وفنان الله يديمك جبان الله لا يديمك جبان ونص ما تقولي جبان اسحبيها ما رح تحبها انت جبان ومكتر ما قدرت تتحمل مسؤوليه تصرفاتك خفت جبنت قدام جوزي ورجاله وهلا من بعد ما طلع حظك حلو والطمنت جاي بدك انا نتجوز ما هيك طويلي عرابتك ما عن اذنك ترمي حالك اذا بتريدي اذا كنت بتحبني عن جد يا بطل بدك تتجوزني عن حق وحقيقي لازم تروح لعن جوزي بكل شجاعه بكل عنفوين بتقول له ابو النمر انا زلمة عم تفتش عليه ولك بيدبحني بيشقفني شفت انك جبان وانا بحب الجبن اللي بيشتغلوا تحت الطاوله انا اذا بدي اتجوز مره تانية بدي اتجوز رجال مش خيخه ما تقولي خيخه اذا ما واجهت ابو النمر انت خيخه ونص تتثبت انك تستعلني لازم تكون رجال مال وتيابك انا مال وتيابي وهيدا البنطلون ضيق علي كمان شو وقت مزح علي هيك بلا شو قل استاذ مالين شفت حلاقه معظم يمشي بيمشي لان بده قص لسانك قلت لك بدي 450 سندويشه وشباب وصبايا ضيفوا قهوه وعصير ومي والى اخره والكوكتيل يكون على ذوقك ها استاذ الجاتو مع كريمه كراميلا ولا بلا كريمه كراميلا بلا كريمه كراميلا ليك بدي دفن ملوكي ها هذا الاستاذ عيد مش مين ما كان ما تاخذني يعطيك العافيه منيحك استاذ بس استاذ ليش الجاتو بلا كريمه كراميلا ما بحبه مع كريمه كراميلا ما انت مش رح تدوق من غير شر خليه مع كريمه كراميلا اطيب طيب مع كريمه كراميلا يس بعدين مش قليل 450 سندويشه انه تيدوروا يعني بزياده ليش كم واحد بده يجي على الدفن مستهون حالك يا استاذ كل البلد رح يجي على دفنك من غير شر فصلت بنوبه المتاين معلوم رح يدقوا لك بالدفن ب 1500 دولار بيقدموا لك ست معزوفات خمسه منهم مدفوعين ووحده تقدمه بحيث عاملين اوفر بهمهم يبيضوا وجههم معك مشين غير مره شو بدهم يجقوا بعتوا ليستا بالفاكس عليها كل الدقات ناقي اللي بتعجبك بس اول شيء في ندبه ايه هيدي لابد منها لازم ندبك عاد ما بتستاهل بعيد الشر عن قلبك يلا يا ضيعانو يا ضيعانو من بعدك شو راح بيعانو من بعد رحيلك والله ما حدا بيان سنانو كان لين كان هين كان سنه يضل مبين ما بعمره ديان بحياته طول عمره كان يدين يا ضيعانك يا استاذ بعيد الشر عن قلبك الله يصبرك يا رورو
جاي نوبي اليوم يفرجوك بروفا ليكون كل شيء على زواء. بعت انفيتاسيون نعوي. هي ناطر لنص انا وياه. ايد عندك عموم عائلات سعيد سعيدي مسعود مسعد سعد سعدون اسعد مساعد سواعد على الواقف او على القاعد في الوطن او في المهجر. ينعون فقيدهم الغالي المرحوم عيد سعيد متمما واجباته الدينيه. مش على الاخر حط مش على الاخر. تقبل التعازي في جميع الاوتيلات. الرجاء ابدال الاكاليل بحلويات عصمة الجلاب واولاده. بارك طيبين ولا استاذ؟ لمين رح تبعت دعوات؟ لكل وجهاء البلد وبعض المسؤولين الكبار بالدولة. بركة يوما ما بيعملوك وزير. كون رحت رورو وزير فخري وصلنا لك على وسام السنوبر ووسام السنديان وعدة أوسي من صمم تخصيصا لتتعلق بماية من العظماء. نحن هيك معودين بهالبلد يا استاذ. التكريم بعد الرحيل. بارك بدي وصيك بالمكتب مبارك. هيدا مكتبك رورو. بدك صراحة أستاذ كل عمري أحلم إن يكون هيدا مكتبي بس مش بهالطريقة. وتبقى زيد لحالك معيشك أنت بتستاهل. عن جد قديش أستاذ؟ $200 منيح. كتر خيرك طول بعمرك. بس أستاذ شو يا رورو؟ ليش مصر حضرتك؟ تغدرنا بكير من غير شر. الحب رورو بيعمل المستحيل بغير ما بيتغير. إيه؟ يا عمي انا مش مصدق حالي مثل الافلام. انا بيومين انغرمت بسيطه. انا بدي تام بالغرم. انا قلت مش رح ارتبط بحياتي بس شفتها قلت هيها سبحان الله. جربت اقنعها بلا هالخطوه الكاميكازيه ما كانت تقتنع. خلص اخذت القرار الكبير. قررت وجهي ابو النمر بكل شجاعه بكل عنفوان. اكثر شو بده يعمل خليه يقتلني. قول من هالناحيه نحن اخذين كل احتياطاتنا. ما تغزني كل مناصب الدفن جاهز بعيد شر عن قلبك. اتصلت فيه معلوم قلت له ابو النمر الاستاذ عايزك ضروري بمكتبه. اي ساعه سيرتي؟ كيف يعني اي ساعه؟ مشرفني على الخمسه يعني بعد معي ربع ساعه من غير شر. انا فايت على الحمام لاخر مره يا رور. استاذ عفوا كمان اتصلت باداره اوتيل السندياني وقلت لهم يشيلوا لنا صوره عن الريسبشن اللي اتصورت امبارح الساعه 6 الصبح. ما فهمت. ما بكل اوتيل على الريسبشن بيكون في كاميرا مراقبه. قلت لهم بس تبين حضرتك او بس تبين ست ظهري سوا من الاوتيل يجمدوا الصوره ويسحبوا لنا نسخه عنها. هيك بس تروح عند ابو النمر لتقول له الحقيقه بيكون معك دليل قاطع وبتفرجيه الصوره بكل فخر وشهامه وعنفوان. انه انت ما بتضمن تشقيفي يعني. لك يا استاذ انا بدي مشانك احسن ما اروح مصرف دفنك على الفاضي بعيد الشر عن قلبك. على كل حال بعد شوي جاي ليلى خلا تعرف انه عيد سعيد بطل رح يذكروا تاريخ العشاء. انه هي ليش مصرة تقول له الحقيقه؟ عناد يا خي عناد ورح تروحني بعناد قلبها تاخذ رجال مش خيخه. شو يعني خيخه؟ يعني خيخه. والله؟ ايه 100 مرة خيخة ولا مرة الله يرحمه. لا هالمرة دقت بكرامتي يا ليلى ما بدي شيء من هالدنيا. انه اذا نقيت ليلى وكانت اخر ليلى بحياتك شو بتستفيد؟ رورو الحياة وقفت عنفوين رورو. فايت على الحمام دخلك؟ فايت وقف وقفت عنفوين رورو. بجيب لك معي شيء؟ سلامتك. يا حرام يا استاذ ما الله ضرب انبلت فيه. قليلة حظه المعطر؟ اي والله انا تصير معي كنت رحت بالقلب. هاي رورو يا ابني دخلك كنت رحت بالقلب. وين عيده؟ عم بيصفي حساباته. بعده خيفان؟ يعني ساعة هيك ساعة هيك. مش هين بناتنا ساعة بجبن وبصير يرجف وساعة بتوعى فيه رجولية وبقرر يصارح ابو النمر بكل عنفوان. مهضوم عيده. بس اتنا خلص بقى حرام تعملي فيه هيك للاستاذ. معلش خليني اتأكد قد ايه بحبني. انه ما بقى فيك تغيري رأيك. الزلمة بيحبك والله انا اكيد. ما بعمري شفته مغروم هالقد بس اعصابه مش عم تحمله بقى ويمكن يروح فيها. ما تخاف عليه سبع ترويح يا رجال يا مش رجال. بصراحة اوقات بحسه مش بس هويت بحسوا رجال رجال من بدك ياهن. هاي عيدو. هلا بعدك فزعان؟ اعوذ بالله انا قررت واجه اليونيبول تبعك وانا بس اخذ قرار بضل عليه. وليه اخذت هالقرار؟ انت بدك هيك بس لانه انا بدي هيك وانا بدي هيك. انا كمان بدي اختبر جوليتي. ليه بقى؟ لاني بحبك. فهمي عربي بقى انا بحبك. ما بعرف شو حبيت فيكي بس انبليت وانغرمت من اول نظري. وانا كمان. ليش عم تعملي فيي هيك؟ فحص استاذ تلفن من اوتيل سندياني طلعت الصوره تبعك انت والست. انا رايح جيبها وراجع خمس دقائق. اي صوره؟ الاستاذ قرر يفرجي صورتكم لابو النمر ومش فرقانه معه. شوفي لوين طاحش بالخبريه. الصوره هي الدليل الحسي. عم بتحسي؟ بدك شيء استاذ؟ بطول رورو. عيد نحن رجال. عيد نحن شو عيد؟ رجال رورو. خير يا استاذ. يا بدك شو بدك مني بعد وراي؟ ان شاء الله تكون طلعت بهالجبان. منو شبان ابدا. كيف؟ عم اقول لك منو شبان ابدا. عشان مرتي بالجبان؟ رجال من اللي بدك اياهم كمان. شو عم تطاوش انتوا ليه؟ ما تقولوا ليه وليه. واحد مثلك وليه وليه؟ ليلى تعشهدي على المذبحة. ما بدي. شرفي لهون رح ننفرم كرمالك وعم تتغنى شيء. واو يا وحش.
شو عم تعمل هيدي هون؟ هيدي بعينك. ليه لك عم تحكيني هيك وليه؟ عم ترنك؟ مثل الديك. مهدي منيح؟ 100%. لا هيك وليه. كلمتين ورد غطاهن وليه؟ اسمعني شو بدي قلك وليه؟ فتح دينيك منيح. كلمتين ورد غطاهن. اسمعني شو بدي قلك. فتح دينيك منيح. كلمتين ورد غطاهن. اسمعني. خلص بعد وليه؟ الموت علينا حق. وإذا الواحد ما مات اليوم لا سمح الله بده يموت بكرة. وإذا مش بكرة اللي بعده. وإذا مش البعده البعد بعده. وإذا مش البعد بعده البعد بعد 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 بعده. البعده. ما حدا أخذ معه شيء والدنيا فانية والإنسان بعيش برا وحدي وأنجا. شو عم ترشد ولا؟ الحب يعلم الشجاعة ولا؟ ونحن مصدر الشجاعة. نحن وكل الشجاعة الحصريين واللي عنده شجاعة بزت حلو وين مكان وأنت لوين مكان. من أنت بتحكي أنا من أنت ولا؟ رح تحترم حالك ولا بعملك في زيت نهاري؟ إنني 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 أنا إنني أنا وسوف أظل إنني. شو؟ كيف بتحكي معي قول إراح؟ ما تقول إراح. واحد مثلك إراح وستين إراح. أنترانيك مثل الديك سد الألة. أوعى تفلتوا يا أنترانيك لأن إذا فلتوا رح أفرموا فرم. أبو النمر يا أبو النمر. إنني إنني أنا بحب مرتك. شو؟ هيك بدي كست. شلتوا ليه؟ مش عيد اللي قلته. شلت؟ بقوله مرة واحدة. شلتوا ليه؟ بس سمعت؟ أنت بتحب مرتي؟ إيه نعم بحبها وهي بتحبني كمان. وليه؟ أيوة أكيد أنت محرور. مطشي وحرارتي 55 وبدي أتجوزها كمان. وليه؟ أيوة أنترانيك مثل الديك. سامع أنا سامعه. سامعة يا أنترانيك مثل الديك امسكه قد ما فيك الله يخليك. مسكة مسكة منيح؟ 100%. لا يقوله. نحن زعران وقت البدنا. بحبها وبتحبني وبدنا نتجوز. عندك مانع يا راع؟ ايه عندي مانع. ليش يا ابو النمر؟ ليش يا نونو؟ ليش يا نونو؟ يا حي مدامتك هون وبدها شي بكامل ارادتها صح يا ملاء يا ست؟ بلا. حضرتها مين بتكون؟ نعم حضرتها مين؟ انا ليلى. شرفنا. عفوا نسيت عرفكم ابو النمر جوزك ليلى مرتك. مرتي؟ انت مفكر انه هيدي الست مرتي؟ يا ريت والله. قصدك طلقتها؟ لا مرتي ولا بعرفها ما بحياتي شفتها. ومبسوطة كمان. هلا انت مش لا مش لا مش لا مش معقول. ليش مش معقول؟ اثنين لابسين مثل بعض وبنفس السهرة. ليش لا؟ الأحمر دارج هالأيام على مود وبصير معهم نفس المشكلة. هي وقفت على اثنين بس ثلاث ارباع اللي كانوا بالأوتيل ضلوا فيه قد ما كان الشتي قوي. وانت مين مجوزة؟ ومين قالك انه انا متجوزة؟ وليش عملتي فيي هيك؟ حبيتك من قلبي وعجبتني اللعبة، قلت بكفي فيها للآخر، هيك اكثر فزوق تفاهم، خلينا نشوف لوين منوصل وقدم ساعد حضرتك تضحك كرمال حبنا. كنا رحنا فيها يا شيخة. ما تخاف انك رح تدخل بالوقت المناسب، من عقلك رح خليك يصير لك شيء. هلا كل الوقت كنت عم تسلي فيي؟ ما عم بتسلى ابدا، عم بمتحنك. ايه وان شاء الله نجحنا. 10/10. ايه منعجبك نحن اللي بتحز المعزوزية. شو يا استاذ؟ انا الاستاذ ولك انت الاستاذ، انت حبيب القلب راسك تبوسه، خليلي هالقرعة براس الطالعة، خليلي هالعرة اللي بتطلع كل مرة. ابو النمر انا بعتذر على كل كلمة قلت لك اياها. شو عم تعتذر منه؟ سيسرينا انت اليوم. ما تخاف ما تخاف يا استاذ، هيدا هدية مني لك. بس هيدا فرد. انت مش هتجوز هالست الحلوة؟ بلا. اللي بده يتجوز مرة حلوة مثل هاي لازم يكون معه فرد. لشو؟ الغير يا استاذ رح بتخليك تستعمله. لا يا استاذ لا. الغيري ما له مطرح الا اذا ما كان في ساعة بالنفس وساعة بالشريك. صفحة 53 من كتاب انت والشريك. مثل الديك. عم قول شريك. سوري سمعت انترانيك.
أو الغيرة بتكون لما بيكون في فرق بالعمر. أنا غلطت وتجوزت وحدة من جيل بنتي. على كل حال هيدي هدية والهدية ما بترفض. رح أقبلها بس مش رح أستعملها يا أبو النمر. بكفينا قويس، قويس ما بيوصل لمطرح. جربنا وشفنا وين وصلنا يا أبو النمر. نحن سلاحنا هون وهون، الدم بجر دم، ونحن بلد الحرف مش بلد البارود. لك يظلم هالتم استاذ. الصورة صارت معي. خلص يا مبارك خلصت القصة. الست ما طلعت مرته. بعرف بس لازم أبو النمر يشوف الصورة. هيا صورة. صورة مرتك مع عشيقة، شفناها من أوتيل السدياني من كاميرا المراقبة. هات لشوف. لك هي صحيحة مرتي. ايه واللي معها أنطرانيك متلتك. ولهين هنيت. لا معلمي هيدي واحد بيشبهني. أنطرانيك متلتك. والله لا هريك. أبو النمر بتقبل مني هالكادو؟ يس. شو متفقين منيح انت وياها؟ متفقين من زمان. برك عارف الحقيقة قبلك بكتير. ايه ست ليلى خبرتني كل شيء. انت غلطت على قلبك بالفصل الاول. لا ما حكيتوا لرورو. شو وحدك تعمل فينا دروبي وكاستيس؟ بحقنا المرة ضربية صغيرة. هاي صغيرة هيك إن رحنا فيها. مش هيني انت مدخلي رورو معك باللعبة؟ بس كيف اجت عراسك فكرة الأوتيل؟ معنا لما تكت انه مش حضرتك بده يا ابو النمر. صار عطرنيك كتر اسئلة شكيت فيه. قلت انا يا صبي ما بتخسر شي، جيب هالصورة خلي يشوف ابو النمر ويعرف الحقيقة. خطير يا رورو خطير. إلك زودي 100 دولار بالشهر. عن جد؟ بس محسومة 300 على الضرب اللي عملته. لا ولا كله من وراك. حرام عليك. شو كيف كنا عزوئك؟ يعني ماشي حالك. كيف يعني يعني؟ كنت تمام. هيدا جوزي اللي بحبه. وهي ما تبنى الهمة. صوت اللي بدك بس عندي شرط. البدك ايه؟ كيف ما بدك عمو العرس، بس الزفة لازم تكون عزوئي. انا بموت بالزفة. اكرم عيونك احلى زفة بالعرس. من هلا رح وصي عليها. شو اسم الفرقة؟ استاذ وصلت النوم مشان بروفا الدفن. شو؟ يا ديعانو يا ديعانو فوت الجوة